انما طبعا الدراسه رسميا هي هتبدا امتى؟ لكل المدارس هتكون دخلت اكيد بقى 30 سبتمبر. ده اكيد كل كده المدارس هتكون خلاص الولاد كلهم هيبقوا في المدارس. ولكل ام بتتابعنا دلوقتي خليني اقول لك على شويه تواريخ مهمه، اكتبي معايا كده خليها عندك عشان يومك او السنه الدراسيه بتاعتك تبقى مرتبه. اولا لازم تبقي عارفه كويس ان الفصل الدراسي الاول هيبدا يوم 30 سبتمبر زي ما انا قلت لك دلوقتي. هينتهي امتى؟ يوم 25 يناير 2024. كل سنه حضراتكم طيبين. وامتحانات الفصل الدراسي الاول هتبدا يوم 14 يناير 2024. فاحنا كده عرفنا اول تواريخ ده الاول يعني. والثاني الفصل الدراسي الثاني هيبدا يوم السبت 10 فبراير 2024 وهيكمل معانا لحد يوم الخميس 6 يونيو 2024. وهتبدا امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهاده الاعداديه يوم 25 مايو 2024 برضو. انما طبعا امتحانات الدبلومات الفنيه فهي هتبدا يوم 1 يونيو 2024. واخيرا وبالنسبه للناس اللي بتسال على ميعاد امتحانات الثانويه العامه، انا عارفه طبعا اللي داخلين الثانويه العامه بيبقوا داخلين بقى في مرحله عصيبه يعني، فهي هتبدا يوم السبت 15 يونيو 2024. كده احنا لمينا لهم شويه معلومات يا لميس. احنا كده لمينا لهم اهم التواريخ اللي لازم كل ام تبقى عندها كده جدول بيها. ان شاء الله يكون موسم دراسه حلو، وان شاء الله يكون على كل اولادنا بخير ان شاء الله، وبناتنا بكل خير يا رب، ويحققوا في النجاح والتقدم وعلى الدرجات يا رب.